دلوقتي هنرجع مرة تانية للميا عشان نتعرف منها على حالة الطقس بالتفصيل ودرجات الحرارة المتوقعة النهاردة. اتفضلي لميا. شكرا يا شاذلي. مشاهدينا بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أنه النهاردة في انخفاض في درجات الحرارة، والطقس هيكون مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية، وحر على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. الجو هيكون لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء. والنهاردة في أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحياناً على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وكمان في أمطار خفيفة قد تكون متوسطة برضو ورعدية على السواحل الشرقية وشمال سيناء ومدن القناة، وفي فرص لأمطار خفيفة على جنوب الوجه البحري. تفاصيل أكتر عن حالة الجو بتنضمنا على تليفون الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه لميا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. طبعا احنا مكملين في فصل الخريف اللي بدا في 23 سبتمبر ومكمل لحد 30 ديسمبر اللي جاي، وحالات او درجات الحراره يعني في تباين بين صعود وهبوط، بتوصل لستة او 8 درجات على مدار اليوم الواحد. طمنينا بقى عن حاله الطقس النهارده، وهل احنا متعرضين لمنخفض جوي او غيره اليومين دول؟ يعني بالفعل احنا اليوم بنشهد انخفاض في درجات الحراره على كافه انحاء الجمهوريه بسبب تاثرنا بكتل هوائيه شماليه قادمه من جنوب اوروبا، بالاضافه كمان امتداد لمنخفض جوي في نفقات الجو العليا. ده بيعمل على تكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه على مدار اليوم، فبيحمي جزء من اشعه الشمس وبيحد من تاثير اشعه الشمس، فهنحس بانخفاض درجات الحراره العظمى اليوم على القاهره الكبرى ما بين ال 26 وال 25 درجه مئويه. الاجواء خلال فتره النهار هي اجواء معتدله الحراره الى مائله للحراره على اغلب المناطق الشماليه، سواحلنا الشماليه، محافظات الوجه البحري، القاهره الكبرى، حتى محافظات شمال الصعيد. اجواء حاره على محافظات جنوب الصعيد خلال فترات النهار. خلال فترات الليل هيكون في انخفاض ملحوظ في درجات الحراره الصغرى، هتوصل ل 19 و18 درجه مئويه خلال فتره الليل، واجواء مائله للبروده على اغلب انحاء الجمهوريه خاصه في الساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر. ايضا من ساعات الصباح بدا تساقط الامطار الخفيفه المتوسطه ورعديه على سواحلنا الشماليه، وده متوقع يستمر على مدار اليوم. فرص الامطار ما بين الخفيفه الى المتوسطه ورعديه احيانا على اغلب المحافظات تطل على البحر المتوسط، مطروح، العلمين، الاسكندريه، البحيره، كفر الشيخ، الدقهليه، دمياط، بورسعيد، رفح، العريش، ايضا كمان مدن القناه وبعض المناطق في سيناء معرض لسقوط الامطار الرعديه، بالاضافه كمان الامطار هتمتد امطار خفيفه لبعض محافظات جنوب الوجه البحري على فترات متقطعه من الجنوب، ممكن نلاحظها في مناطق في المناطق الثانيه لا. متوقع استمرار انخفاض درجات الحراره لنهايات هذا الاسبوع ان شاء الله. مع نهايات هذا الاسبوع هيكون في ارتفاع طبيعي جدا في درجات الحراره بحوالي من درجه الى درجتين بس. بشكرك في النهاية، شكرا جزيلا دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي خلونا نتابع ونتعرف على درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في محافظات الجمهورية. القاهرة العظمى 26 والصغرى 19، العاصمة الإدارية العظمى فيها 26 والصغرى 19، اسكندرية 25-18، العالمين الجديدة 25-19، مطروح 24-19، دمياط 25-21، بورسعيد 25-21، الإسماعيلية 26-17. السويس العظمى فيها 26 والصغرى 18، العريش 26-20، كاترين 22-13، طابة 26-21، حلايب 29-24، شلاتين 32-23، شرم الشيخ 30-23، والغردقة 30-21. نروح للفيوم، العظمى هناك 28 والصغرى 18، بني سويف 28-17، الوادي الجديد 31-15، أسيوط 28-15، سوهاج 29-18، قنا 31-19، الأقصر 31-18، وأسوان العظمى فيها 32 والصغرى 19. ونرجع مرة تانية لشاذلي نكمل معاه باقي فقرات صباح الخير يا مصر.